عليه من الله السلام المؤبد. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه من الله السلام المؤبد. اللهم صل وسلم على حبيب الله. الباب الخامس في فضل إتمام الصلاة والخشوع فيها. عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله تعالى في المطففين. وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسرق من صلاتي. قالوا: وكيف يسرق من صلاتي؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يعقوب القاري كان في الصلاة فجاء سارق فاختلس رداءه فذهب به إلى رفقته فعرفوه وقالوا: هذا رداء الرجل الصالح يعقوب، رده لئلا يدعو علينا. فجاءه ووضعه على كتفه واحتذر من صنيعه. فلما فرغ من صلاة أخبر بذلك فقال: لم أشعر بمن أخذه ولا بمن وضعه. يدل على أن سيدنا يعقوب القاري كان خاشعا في صلاته، فجاء لص سرق رداءه، فلما ذهب إلى رفقته عرفوا أن هذا رداء يعقوب الرجل الصالح، فقالوا له: رده له حتى لا يدعو علينا. فجاء وجده في صلاته ووضعه له في كتفه، فأخبر بعد الصلاة قال: والله لم أشعر به متى أخذ أو بمن أخذه ولا بمن وضعه. يدل على أنه كان خاشعا في صلاته. وقيل أن السيدة رابعة العدوية كانت في الصلاة فسجدت على البوارد نوع من الحصير، فدخلت غصبة في عينها فلم تشعر بها حتى فرغت من الصلاة. وقيل كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا أراد أن يتوضأ تغير لونه، فسئل عن ذلك فقال: إني أريد القيام بين يدي الملك الجبار. وكان إذا أتى المسجد رفع رأسه نحو السماء وقال: إلهي عبدك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء، يا متجاوز عن المسيء تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. ثم يدخل المسجد. وهذا يدل على محاسبة النفس ومراقبتها في الأنفاس وفي اللحظات. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وقيل كان علي رضي الله عنه إذا جاء وقت الصلاة تغير لونه وارتعدت فرائصه، فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، ولا أدري هل أحسن إذا ما حملت أم لا. وروي أيضا هذا عن علي بن الحسين رضي الله عنه. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: كنا عند ابن عباس في المسجد فصعد المؤذن وقال: الله أكبر الله أكبر، فبكى ابن عباس حتى بل رداءه. فقيل له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا البكاء ونحن نسمع الآذان ولا نبكي؟ فقال: لو علم الناس ما يقول المؤذن ما استراحوا ولا ناموا. فقيل له: أخبرنا ما يقول. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، معناها أن يقول: يا مشاغيل تفرغوا للآذان وأريحوا الأبدان وتقدموا إلى خير أعمالكم. وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أشهد جميع من في السماوات ومن في الأرض من الخلائق ليشهدوا لي عند الله يوم القيامة أني قد دعوتكم. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، معناها أنه يقول: يشهد الأنبياء لي يوم القيامة كلهم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معهم، أني قد أخبرتكم بذلك 5 مرات في كل يوم. وإذا قال حي على الصلاة، معناها أن الله قد أقام لكم هذا الدين فأقيموه. وإذا قال حي على الفلاح، معناها خوضوا في الرحمة وخذوا سهمكم من الهدى. وإذا قال الله أكبر الله أكبر، معناها حرمت عليكم الأعمال
قبل الصلاة، وإذا قال لا إله إلا الله معناها أمانة 7 سماوات و7 أراضين وضعت على أعناقكم، فإن شئتم فتقدموا وإن شئتم فأدبروا. وروي أن حاتم الزاهد رضي الله عنه دخل على عاصم بن يوسف فقال له يا عاصم يا حاتم هل تحسن أن تصلي؟ فقال نعم. قال كيف؟ قال إذا تغارب وقت الصلاة أصبغت الوضوء ثم أستوي في الموضع الذي أصلي فيه حتى يستغير كل عضو مني، فاجعل الكعبة بين حاجبي والمغام بحيال صدري، والله تعالى يعلم ما في قلبي، وكأن قدمي على الصراط والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت خلفي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتدبرون في هذه الصلوات، وأن يجعل آخر أعمالنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذه صلاة رجل يقول ثم أظن أنها آخر صلاة أصليها من عمري، وهكذا يكون الخشوع في الصلاة والتمام فيها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن ختام أعمالنا ويختم لنا بالحسن والزيادة. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على سيدنا محمد. الأصنام والطيب عابقا عليه من الله السلام المؤبد. اللهم صل وسلم على حبيب الله عليه من الله السلام المؤبد. اللهم